يعني الجمهور الوداد يساند فريق الوداد. هذا هو الجمهور، لان كرة القدم هي ارقام، هي نتيجه تعادل وفوز وهزيمه، وهي كذلك سلوك حضاري، وهي مجموعه ديال الاشياء اللي كتعطي جماليه خاصه. بورجي كيبحث على ضربه جزاء. جورجاك غوسو توترت الاعصاب نسبيا. جورجاك غوسو مع الزروالي، مشى دابا بيضودان بيضون يطلق ايضا. يعني المباراه مشات في روح رياضي، بروح رياضي كبيره منذ البدايه. النرفزه بهذا الشكل يلزمها ما تكونش. فوزي اتجاه فرح وتماس من جديد لفائده فريق الوداد. كما قلت تم اضافه 7 دقائق كوقت بدل ضائع، والوداد في بحث مضني على هدف التعادل. كما قلت المباراه تعريف حراسه امنيه مشدده، ليس فقط في مركب رياضي محمد الخامس، ولكن في كل الشوارع الرئيسيه المؤديه اليه، لتمر في جو رياضي بين الغريمين التقليديين الرجاء والوداد. قمه الموسم المؤجله عن دوره 25، وهو الديربي رقم 100 في التاريخ الرياضي للفريقين. بورجي ماذا سيفعل؟ محاط باربعه ثلاثه لاعبين. الكلمه للدودي. جويعه لويسي، ماذا سيفعل لويسي؟ يستير فرصه، هدف، جول، هدف الموسم وهدف قاتل، هدف من الروعه بمكان. كما قلت الى مشى الوداد سجل هدف غيلتهب المركب الرياضي محمد الخامس بهذه الطريقه. مباراه العمر، هدف العمر لن ينساه طويلا انصار فريق الوداد. هدف من الروعه بمكان، اعتبره هدف الموسم وهدف الخلاص لفريق الوداد. يمكن نقول الوداد تعدى كثيرا قبل ان تسجل هذا الهدف، هدف خرافي، هدف جميل، هدف يمكن تسميه باي اسم، ولكن لن ينساه الوداديون طويلا. سنشاهد باكثر من لقطه ومن اكثر من زاويه يعني حلاوه كره القدم. يتوج فريق الوداد باللقب ويجي الهدف في الدقيقه 96. تم اضافه 7 دقائق من وضعيه صعبه، من زاويه صعبه. يمكن نقول الحارس كوحا ارتمى بكل ثقله للزاويه 90 اليمنى، ولكن ما عنده ما يدير. الله غالب بهذه العباره، الله غالب، نزل عليها بكل الثقل ديالو. اي حارس كيف ما بغى يكون نوعه، كيف ما بغى تكون امكاناته، لا اعتقد انه يمكن يلتقط الكره. هدف من الروعه بمكان. ويمكن نقول الان الوداد يمكن باقا دقيقه ولا 30 ثانيه. الوداد ما بغيتش نتسرع ونقول مبروك للوداد اللقب، لان الكره لا تنتهي الا مع الصافره النهائيه، ولكن حلاوه كره القدم هو فريق التوج بهذه الطريقه وبهذا المجهود، لان مجهود الموسم اختزل في هذه القذفه وفي هذه الزيده التاريخيه للويسي. الويسي يدخل التاريخ الرياضي للوداد بعد بن شريفه الذي سجل 7 اهداف طيله 10 سنوات في الديربيات ما بين الرجاء والوداد. اليوم الويسي في سن 30، واحد من المخضرمين، يمنح هدف من الروعه بمكان. ويمكن نقول الجهه التي يوجد فيها جمهور فريق الوداد اصبحت الرؤيه فيها صعبه للغايه. بفعل جمهور انصار الوداد العديد من الشعوب الحارقه التي حولت المدرجات ملتهبه من طرف جمهور فريق الوداد. توترت الاعصاب نسبيا، ولكن نتمنى صادق تمشي المباراه بهذه الوتيره، لانه الان شنآن صعب جدا معرفه ما يحصل. الصوره امامكم غايه في الضبابيه، لان كما قلت الشعوب الحارقه التي رمى بها الجمهور حجبت الرؤيه في اكثر من زاويه. وهذا المكتب المسير لفريق الوداد، المنجراج الفشتاني، والعديد من رؤساء فريق الوداد سابقا. طبيعة الحال امامكم الصوره غنيه عن كتله، لاحظوا يا جور ماذا يفعل، يعني ناس سلوك الحضاري. كرة قدم يادي، هدف الرجاء كانت متقدمة منذ دقائق أولى في الشوط الثاني، جاء هدف مشروع 100%. سلوك بهذا الشكل، لاعب ياجور يرمي جانبا اللوحة الإشارية، سلوك مرفوض نهائيا. نحن وراء المواهب، وراء كل اللاعبين الصاعدين، ولكن يلزم اللاعبين سواء الرجاء أو الوداد ينهيوا المباراة بروح رياضية كبيرة، لأن هذه كرة قدم. الجارين كما توجد بالامس وفي السنوات الماضيه الرجاء على اكثر من واجهه، اليوم الوداد تعود للواجهه بعد 13 سنه
من الغياب وآخر لقاءات ودادي يعود لسنة 1992. إذن توترت الأعصاب والحكم القزاز أمام كونسوار لكل الشرائح المجتمع تتابع المباراة وكل أعمار، يمكن نقول الآن 35 ألف متفرج ودادي في منتصف ملعب حولوا المدرجات. الحماس كبير في وقت للاعب سقاط يغادر رقعة الملعب بعد إشهار الحكم القزاز لورقة حمراء وطرد محسن ياجور. يعني يمكن نقول طرد مجاني هنا، يمكن نقول بهذه العبارة سذاجة بعض اللاعبين. محسن ياجور دخل ليمد يد العون للاعبين بحركة يمكن نقول لا رياضية صراحة باش لاعب يجي ويرمي بلوحة إشارية جانبا ما بغات تكون نرفزة ولا التوتر مع اللاعب فريق الخصم، ولكن هذا السلوك مرفوض نهائيا في ميدان كرة القدم. إذن آخر فترة هذه المباراة سكون كبير في نصف ملعب جمهور فريق الرجاء والهستيريا تعم مدرجات مركب الرياضي محمد الخامس بمدينة الطربية. يعني الآن بدأت الاحتفالات كما قلت اليوم إذا ما انتهت المباراة بتعادل يكون فريق الوداد أضاف لقبا جديدا لسجله الرياضي الحافل بالألقاب، عشرة ألقاب بالتدقيق منذ سنة 1956 حتى الآن. هذا اللقب رقم 11 والخزانة مليئة. الحكام خزانة الرجاء للرجاء والوداد مليئة بالألقاب وتتحدث عن عراقة هذين المدرستين الكبيرتين. بالشريفة وكل طاقم احتياطي ينتهي أو يتريث لي الإعلان على نهاية المباراة. الحكام يتوجه لينذر لاعب فلاح. يعني أجمل ما في المباراة اليوم صراحة، صحيح المباراة كانت لا بأس من الناحية الفنية فيها فرص عديدة، ولكن حلاوة المباراة هو الهدف الجلويزي وبيه باش غادي يتوج فريق الوداد إذا ما انتهت المباراة يتوج كبطل للموسم الحالي. طلحة نهاية المباراة، نهاية المباراة وتعادل بين الجارين الرجاء والوداد. هدف لمثله سجل للرجاء عبد اللطيف جريد من ضربة جزاء منذ الدقائق الأولى من الشوط الثاني، وفي الوقت بدأ الضعيف في الدقة 96 اللويسي بقذيفة تخترق شباك كوحة يعيد قراءة المباراة من جديد وتنتهي بتعادل أعتبره منصفا منطقيا. هنيئا للرجاء على تقديم هذه المباراة في مستوى سمعاته، هنيئا للوداد بهذا التأهل التاريخي بهذا الفوز التاريخي باللقب، اللقب الذي غاب عن خزانة الفريق لمدة 13 سنة. يمكن نقول بأن لاعبو فريق الوداد تعذبوا كثيرا قبل أن يفوز بهذا اللقب على بعد ثلاث دورات.